السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قسم الرياضيات في مدارس عمر بن عبد العزيز يقدم لكم هذه المراجعة في مادة الرياضيات للصف العاشر الفصل الدراسي الأول، وسنتناول في هذه المراجعة بإذن الله الوحدة الأولى والوحدة الثانية. الوحدة الأولى تتكلم عن المجموعات الجزئية والانتماء، وما هي الرمز أو الرموز المستخدمة لكل منهما. عندنا رمزين أساسيين، رمز ينتمي ولا ينتمي أو الرمزين من اليمين، ورمز مجموعة جزئية أو سبست ونوت سبست، ليست مجموعة جزئية، سبست ونوت سبست، بيلونج أو بيلونجس نوت بيلونجس، يعني ينتمي ولا ينتمي. متى نستخدم أول رمزين من اليمين؟ إذا كان عندنا عنصر داخل مجموعة، يعني عنصر ليس عليه قوس مجموعة، ونستخدم الرمزين الآخرين عندما يكون لدينا مجموعتين. طيب نشوف الإكزامبلز. طيب أول مثال 3 نقط 2 3 and 5، نشوف الثلاثة داخل المجموعة ولا لا؟ داخل المجموعة. طب الثلاثة دي عنصر ولا قوس مجموعة؟ اللي عليها قوس مجموعة، طبعا ليس عليها قوس مجموعة تبقى عنصر، يبقى إليمينت. يبقى الثلاثة بيلونجس، يعني تنتمي للمجموعة 2 و3 و5 لأن فيها الثلاثة. طيب الناين، بعد المجموعة فيها التو والسيفنتين والناينتين، هل الناين موجودة؟ ليست موجودة، يبقى خلاص نوت بيلونجس. اللي وراها دي مجموعة واضح زي الشمس، عليها قوس مجموعة، فيها الايه؟ الوان والسكس. طب المجموعة الأخرى فيها الوان والثري اند سيفن، هل الستة تحديدا موجودة في المجموعة الثانية؟ الستة هذه موجودة في المجموعة الثانية؟ طبعا لا، خلاص يبقى المجموعة بأكملها ليست مجموعة جزئية، اللي هو الرمز هذا، ليست مجموعة جزئية لأن الستة مش موجودة. طب مجموعة الثري، يعني مجموعة داخلها عنصر واحد اللي هو الثلاثة. طب والزد اللي هي الانتجر نمبرز، اللي هي الأعداد الصحيحة، اللي هي فيها الإيه؟ فيها البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، كلها إيه؟ أعداد صحيحة، موجبة سالبة صفر. الثلاثة تنتمي لها؟ طبعا تنتمي، يبقى خلاص المجموعة بأكملها سبست، يعني مجموعة جزئية من الزد. طب الخمسة هذه إليمنت، يعني عنصر، يبقى خلاص نحط ينتمي أو لا ينتمي. كاتب لي إكس وير إكس أو such that إكس إذا فاكتور أوف 12، يعني عامل من عوامل الـ 12، هل الخمسة من عوامل الـ 12؟ يعني هل في عددين نضربهم في بعض يعطوني 12 من ضمنهم الخمسة؟ طبعا ايه؟ لا، يبقى نقول لا ينتمي. طيب 321 والمجموعة الثانية فيها ال 1 وال 2 وال 3، طبعا لا تنتمي. اكزامبل اخر الفاي، طبعا الفاي هذه عبارة عن الايه؟ بنقول عليها النال سيت، يعني المجموعة الخالية، يعني لا يوجد بها عناصر، دي لا تسبب اي مشاكل، ليست لا 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 جزئيه من اي مجموعه على طول. ليه؟ لان ليس فيها عناصر تعترض على المجموعه اللي وراها. احنا قلنا امتى نستخدم ليس جزئيه؟ اذا صار في عنده عنصر داخل المجموعه الاولى غير موجود في المجموعه الثانيه، ولكن الفاي ليس فيها عناصر، يبقى خلاص جزء. طيب مثال اخر او تدريب اخر بقى سريعا، يلا ضع تنتمي او لا تنتمي مجموعه جزئيه او ليست مجموعه جزئيه. The set of 237، بعدين المجموعة الثانية فيها 2 3 و7، يبقى نكتب الأسئلة أولا. يبقى أول واحدة يا شباب ليست مجموعة جزئية. طب الإيه؟ نيجاتيف 5 مش موجود، يبقى خلاص نفس الكلام، يبقى نقول إيه؟ تنتمي أو لا تنتمي، لأنه عنصر يبقى لا تنتمي. طب الواحد هذا عنصر، ينتمي أو لا ينتمي؟ هل في هنا واحد؟ عندك 11 و12 و13، يبقى ما في، يبقى لا ينتمي. طب الـ N اللي هي الـ natural number، الأعداد الطبيعية اللي تنتمي، اللي فيها الـ إيه؟ الـ 1 2 3 وهكذا، يبقى هنا داخل المجموعة الثانية ولا لا؟ الـ 1 داخلها وموجود، والـ 2 والـ 3 والـ 4 وهكذا، يبقى خلاص subset، والـ 5 قلنا على طول subset. طب الـ 5 والـ 4 والـ 8 كلها موجودة في المجموعة الثانية، خلاص يبقى subset. طيب ننتقل لشيء آخر اللي هو تساوي مجموعتين. طيب عندي سؤال يقول إيه؟ find the value of x and y، يعني اوجد قيمة x و y if a equal b، إذا كانت a تساوي b. معطيني ال a equal 3 y and 1 وال b equal 1 x and 5.
خلاص اول خطوه طالما ال A equal ال B نشوف المتشابه في الاثنين ونحذف عند ال 1 وال 1 خلاص باقي عندك ال A في المجموعه الاولى ال 3 وال Y وهنا ال X وال 5 يبقى ال Y بتساوي 5 وال X بتساوي 3 طبعا هنا ايه الافضل طبعا الاجابه دي فيها خطا يبقى ال X بتساوي ال 3 مش ال 1 العمليات على المجموعات اللي هي الاوبريشنز كونسبتس مجموعات عمليات على المجموعات اللي هي في عندنا اربع عمليات السياله والتقاطع والاتحاد والفرق والمتممه الانترسكشن واليونيون والديفرنس اند ذا كومبليمنت اللي هي خلينا نشوف سؤال شامل للهول مثال اكتب اسفل كل شكل العمليه التي تمثل جزء المظلل هنا مظلل كل المجموعتين يبقى A union B طب هنا مظلل الجزء المشترك بس يبقى A intersection B طب في الاخير مظلل كل العناصر وكل الجزء خارج الدايره A نسميه A داش المتممه الكومبليمنت طيب هنا مظلل الجزء اللي موجود في ال A وشايل منه الجزء بتاع ال B يبقى A minus B طب هنا كل الاجزاء اللي بره ال A وال B نقول عليها متممه ال A وال B يبقى نقول عليها A union B الكل داش طب هنا نظلل كله مع التقاطع يبقى A intersection B الكل داش يعني ايه تقاطع بالكل اخر شامل مثال باستخدام شكل فين التالي اوجد A intersection B A union B A minus B A داش B داش B minus A يلا نبدأ أول شيء A intersection B يبقى التقاطع مظبوط ال 1 طب ال A union B ناخد كل العناصر في ال A وال B يبقى ال 2 وال 6 وال 1 وال 7 وال 9 مظبوط طب ال A minus B العناصر اللي في ال A مش موجودة في ال B ال 2 وال 6 طب B minus A موجودة في الآخر عندنا في السؤال في الآخر شيء ممتاز ال 9 وال 7 طب أنا دلوقتي عايز A داش يبقى الكومبليمنت بتاعت ال A يعني كملت ال A كل العناصر اللي بره ال A اللي بره الدائرة الزاوية عندك الدائرة الزرقاء فيها الواحد والستة والاثنين، ايه اللي خارج هذه الدائرة؟ ممتاز، يبقى الـ 7 والـ 9 والـ 8 والـ 5. بي داش كملت البي اللي خارج الدائرة الحمراء 6 و 2 و 5 و 8، أي ترتيب؟ ممتاز. طب البي ماينس الـ A 7 والـ 9. ننتقل إلى الأعداد الحقيقية اللي هي الـ Real Number. طبعا قبل ما نبدا بالاعداد الحقيقيه لازم نعرف ايه هي مجموعات الاعداد اللي درستها قبل كده وش هي مجموعه الاعداد الناتشرال تبدا من 1 1 2 3 4 وهكذا بعدها الايه الهول نمبر اللي هي مجموعه الاعداد الكليه نزود الزيرو على الاعداد الايه الناتشرال اسمها الهول نمبر بعد كده الاعداد الصحيحه الانتجرز اللي هي فيها السالب والايه النيجاتيف والزيرو تمام يعني المفروض نزود هنا الايه السالب طيب بعد كده الايه؟ الكيو اللي هي الاعداد الصحيحه والكسور بنوعيها. طيب نسميها الاعداد النسبيه بتشمل كل الاعداد الصحيحه اللي هي السابقه في الزد، طبعا احنا قلنا الزد بتشمل السالب يعني المفروض هنا في النيجاتيف في الزد. طيب الكسور بنوعيها يعني مقصود بها الكسور الاعتياديه والعشريه. اللي بعدها الكيو داش، الكيو داش اللي هي الاعداد غير النسبيه تشمل الجذر الصماء والباي مثل جذر ثلاثه جذر 2 جذر 5 وهكذا اللي هي الجذور التي ليس لها قيمه صحيحه. طيب اخر شيء اللي هي الايه؟ الريال نمبر الاعداد الحقيقيه بتشمل بها الكيو والكيو داش. مثال صنف المجموعات التي ينتمي اليها العدد التالي اللي هو 36. 36 ينتمي للان مضبوط، ينتمي للدبليو تمام، ينتمي للزد تمام، ينتمي للكيو ممتاز، اخر شيء الار. طب another example يقول اختر الإجابة الصحيحة. The square root of 7 جذر التربيعي للسبعة ينتمي أي مجموعات التالية؟ هذا جذر أصم، يبقى كيو داش، ممتاز. باي قلناها تنتمي للإيه؟ كيو داش. طيب ننتقل إلى الوحدة الثانية. الأسس الصحيحة. الأسس الصحيحة مجموعة قوانين تم دراستها في المراحل السابقة. ويجب ان الانسان ان انت تكون عارفها كويس عشان تستخدمها في جميع مراحلك التعليميه حتى لما توصل للصف الثاني عشان ان شاء الله. اول قاعده في حاله الضرب نعمل ايه في الاسس؟ a باور 3 تايمز a باور 2
نعمل ايه في الاسس؟ ممتاز، في حالة الضرب نجمع الاسس. طب يلا نجمع، يبقى ايه باور 5. طيب القاعدة الثانية، حالة القسمة بي باور 6 اوفر بي باور 4. حالة الايه؟ القسمة نطرح الاسس، يبقى هذه حالة الايه؟ القسمة نطرح الاسس، يعني تصير بي باور 2. ممتاز. طيب لو كان في باور داخل وباور خارج، ممتاز، نعمل لهم ضرب، يبقى نقول a باور 6، لان 3 تايمز 2 تعطيني 6، يبقى a باور 6 حالة قوة تكون اضرب الاسس تصير a باور 6. طب نفس الكلام، ممتاز، بس هنا في ايه؟ حالة قوة سالبة نقلب الكسر، يعني يصير a على يصير 1 على a 3، تمام، باور 2، الباور يتوسع يعطيني 1 على a باور. طيب لو كان عندي اي قوة باور 0 بعد الصفر، يبقى اي عدد غير الصفر قص صفر بيعطيني 1، يبقى الجواب هنا هيساوي 1 بشرط ان ايه؟ المتغيرات a و b don't equal 0. طب لو كان الباور بالنيجاتيف، كنا اول شيء نقلب الكسر عشان نخلي الاس بالموجب وبعدين نوزع الاس. خلينا نشوف كده هنعمل ازاي. اول خطوة قلبنا، يبقى a باور 3 فوق اوفر b، والباور بتاع الايه؟ الكل اصبح بوزيتيف 2، بعدين نوزع ال 2 على 3 تصير 6، ووقع تحت يصير بي باور 2. طيب تعال نشوف المسألة هذه، عبر عن مساحة مستطيل طوله اللينث اكس باور 3 اوفر 4 واي، والواي 8 واي باور 2 اوفر اكس. مساحة المستطيل اللي هي من المزلاة بالرمز اي كابيتال ايكوال، احسنت، ممتاز، ال تايمز دبليو الطول في العرض. خلاص نكتب القاعدة، نطبق، ناخد الطول نكتبه وناخد العرض نضربهم في بعض. ازاي نضرب؟ بسط في بسط ومقام في مقام. يبقى 8 تايمز 1 اللي هو معامل الاكس يعطيني 8، اكس باور 3 تنزل، واي باور 2 تنزل، يبقى البسط بس نحطهم جنب بعض، المقام اكس في 4 واي نفسها، يبقى 4 اكس واي. نقسم بقى 8 على 4 فيها 2، وفي الاكس نطرح الايه؟ الباور، تبقى اكس باور 2 واي باور 1، يبقى الجواب النهائي 2 x باور 2 y باور 1. طيب سؤال تاني، حل كل المعادلات الآتية. أول معادلة 81 باور x بلس 4 ايكوال 1، إذا كان الباور بزيرو الناتج بتاعه بواحد. طب هو مديني الناتج بواحد، يبقى خلاص الباور بزيرو، يبقى x بلس 4 ايكوال 0، وننقل ال 4 بالماينس، يبقى x ايكوال ماينس 1. طب أنظر إكزامبل، 4 باور x ايكوال 256 باور 2، يعني عندي 4 بس اكس بتساوي الرقم الكبير ده اس 2، هل الاساسات متساويه؟ طبعا ال 4 ما بتساويش 256، يبقى لازم ناخد ال 256 نحللها، شوف فيها كام 4 مضروبه في بعضها. لو قسمت 256 على 4 تعطيك 64، وبعدين تقسم على 4 يعطيك 16، تقسم على 4 يبقى في النهايه هتطلع 4 باور 4، يبقى نشيل 256 نحط 4 باور 4، والباور القديم اللي هو 2 زي ما. طيب نضرب الباور الداخلي في الخارجي، 4 في 2 يعطيني 8، يبقى 4 باور x ايكوال 4 باور 8. خلاص الباور الاساس نفس الاساس، يبقى الباور يساوي الباور، يبقى x ب 8. ننتقل الى الاسس النسبيه، راشونال راشونال اكسبوننت. اول سؤال في الاسس النسبيه في كراسه التمارين بيقول اكتب العباره الاسيه في الصوره الجذريه والعباره الجذريه في الصوره الاسيه. هذا السؤال، 5 باور 1 اوفر 3 عايز نحطها في الصورة الجذرية، يبقى اول شيء نحط الجذر على ال 5، ناخد الثلاثة نخليها دليل، وال 1 نخليه أس، طبعا ال 1 ما بيكتبش، خلاص يبقى الجذر التكعيبي لل 5. طيب اللي بعدها نحط الجذر على ال 6، ال 5 نخليها ايه؟ دليل، وال 2 نخليها ايه؟ باور، ممتاز. اللي وراها نكتب اول شيء اللي تحت الجذر اللي هو 79، انا عايز نحطه في الصوره الاسيه، نشوف الاس بتاع ال 79 ما في، يبقى واحد، يبقى الواحد، الاثنين طبعا الدليل، ما في دليل يبقى اثنين سكوير روت تحت، والواحد اللي هو فوق نحطه فوق. طيب اللي وراه يبقى نحط الجذر على الام، ناخد السبعه نخليها دليل، الاربعه نحطها جو اس، اللي وراها نحط الاكس وبعدين نحط كسر، ناخد الأربعة مقام، والبسط هيبقى واحد، يبقى إكس باور كوارتر.
اللي وراه الجذر التكعيبي بي 5 ان باور 7 ان باور 4 خلاص سيمبل 5 تصير باور 1 اوفر 3 تابو الام 7 اوفر 3 ولا ان 4 اوفر 3 يعني نقسم الاس على الدليل. ننتقل الى جزء اخر اللي هو ايجاد قيمه العباره بدون استخدام الاله الحاسبه. دي بقى تعتمد على طريقه التحليل. 25 تتحلل 5 باور 2 وال 8 تتحلل 2 باور 3 ونخلي الايه الباور القديم زي ما هنا بقى الاثنين اللي فوق الخمسه اللي هي الباور تروح مع الاثنين اللي تحت الثلاثه لان احنا نضرب الباور في الباور يبقى الاثنين تروح مع الاثنين يتفضل 5 باور 3. نفس الشيء الثلاثه تروح مع الثلاثه تفضل 2 باور 5. بعد ان نفك الخمسه باور 3 تعطيني 125 وال 2 باور 5 تعطيني 32 نضربهم بالاله او بدون اله طبعا 4000. اللي وراها نفس الشيء 27 بس هنا طالما الاساسات واحده ممكن نجمع الاسس 27 باور ثلث تايمز 27 باور 4 اوفر 3. يلا نجمع الاسس يبقى 27 تنزل ال 1 بلس 4 يعطيني 5 والمقام زي ما ال 81 81 زي ما. الخطوه الثانيه نعمل عمليه تحليل 27 3 باور 3 تابو ال 81 3 باور 4 ممتاز. بعدين نختصر الثلاثة مع الثلاثة والفور مع الفور يطلع لي 3 باور 5 في 3 باور 1 اللي هي 3 باور 6 تمام. بصت كل من العبارات التالية يبقى أول شيء نجمع الأسس ال 4 بلس ال 1 أوفر 4 بلس 1 أوفر 8 نجمع الأسس هذه يا شباب باستخدام الحاسبة عادي أو بتوحيد المقامات هتطلع لي 3 على 8. بعدين نضرب الأس الداخلي في الخارجي يصير ماينس 3 اوفر 16. طيب مسألة ثانية في حالة القسمة نعمل إيه في الأسس؟ نطرح ماينس 4 اوفر 7 نيجاتيف 4 اوفر 7 ماينس نيجاتيف 1 اوفر 7 هيطلع في النهاية بالآلة طبعا هيطلع سي ماينس أو نيجاتيف 3 اوفر 7. المسألة دي في منتهى السهولة 216 الجذر التكعيبي لها بالآلة هيطلع 6. طب والإكس والواي نعمل فيهم إيه؟ نقسم الأس على الدليل. يبقى 6 أوفر 3 تعطيني 2. طب وال 15 أوفر 3 تعطيني 5. ممتاز. الجذور الصماء 7. الجذور الصماء يا شباب سؤال مهم جدا في الاختبارات ومر عليك في المرحلة الإعدادية. طيب نشوف أول سؤال بسط كل المعلومات. طريقة الضرب إزاي نضرب؟ جذر 2 في 5 يعطيني 5 جذر 2 يبقى 5 سكوير روت اوف 2 بعد ما ننزل البلس. طيب سكوير روت اوف 2 تايمز سكوير روت اوف 3 نحط السكوير روت ونضرب 2 في 3 يعطيني 6 بس. طيب دي نرفع الكسر ال 1 تايمز 9 وبعدين ايه بلس 2 يعطيني 11 اوفر 9. جذر ال 11 ما في. طب جذر ال 9 3 خلاص نخلي الجذر على ال 11 وجذر على ال 9 ال 9 يعطيني 3 أو 3 وال 11 زي ما خلص السؤال. طيب ال 20 نعملها ايه؟ 4 تايمز 5 ال 4 تطلع ب 2 وال 5 تحت الجذر. طيب ال 18 2 تايمز 9 ال 9 تطلع ب 3 يبقى 3 تايمز. جمع وطرح الجذور الصماء لازم تكون متشابهة. يبقى عشان نجمع أو نطرح يجب أن تكون الجذور متشابهة. هنشوف كده 7 سكوير روت اوف 3 بلس 8 7 سكوير روت اوف 3 ماينس 2 سكوير روت اوف 3 كلها سكوير روت اوف 3 خلاص يبقى السكوير روت اوف 3 ده بينزل زي ما كانه اكس بس نجمع ال 7 بلس 8 ماينس 2 يبقى 7 بلس 8 يعطيني 15 ماينس 2 يعطيني كام؟ 13 تمام. السؤال الثاني هنا جذور مختلفة 18 خلاص ال 18 نعملها 9 تايمز 2 والباقي زي ما. طب ال 9 تطلع بكام؟ ب 3 يبقى 3 سكوير روت اوف 2 والباقي زي ما. بعدين بقى يعني نجمع ونطرح 3 ماينس 1 يعطيني 2 بلس 3 يعطيني 5. العددان المترافقان بسط كل ما مات. عددان مترافقان يعني قوسين زي بعض بالضبط تماما ولكن احدهم موجب والاخر سالب. في حاله الضرب ناخذ الجذر 2 في جذر 2 تعطينا 2 والنيجاتيف في البوزيتيف يعطيني نيجاتيف وال3 تايمز 3 تعطيني 9 بعد نطرح 2
ماينس 9 يعطيني نيجاتيف 7، يبقى هنا الإجابة المفروض نيجاتيف 7 مش 7 بس، ماشي؟ يبقى دي سالب. طيب الثانية نفس الفكرة، سكوير روت اوف 5 ماينس سكوير روت اوف 2 في سكوير روت اوف 5 بلس سكوير روت اوف 2، خلاص يبقى سكوير روت 5 في سكوير روت اوف 5 يعطيني 5، والنيجاتيف في بوزيتيف يعطيني نيجاتيف، وسكوير روت اوف 2 تايمز سكوير روت اوف 2 يعطيني 2، 5 ماينس 2 يعطيني. استعمل المرافق لإنطاق المقام. ال 2 over 3 minus square root of 2. لما يكون عندي في المقام جذر زائد عدد، أو جذر ناقص عدد، أو عدد ناقص جذر، لازم تضرب في المرافق. مرافق المقام، مقام 3 minus square root of 2، خلاص نضرب فوق وتحت في 3 positive square root of 2. التو تنضرب في البسط تطلع 2 تايمز براكت 3 بلس سكوير روت اوف 2 اوفر 9 ماينس 2، بعدين نحسبها 9 ماينس 2 يطلع 7. سؤال ثاني او ندخل على التناسب. التناسب في نوعين، تناسب طردي وتناسب عكسي. التناسب الطردي نستخدم فيه عملية القسمة لإيجاد الثابت، يبقى تناسب واي تتناسب طرديا مع اكس إذا وجد عدد كي لا يساوي 0 بحيث أن y تساوي k times x أو k تساوي y على x وسمع عدد k ثابت التناسب. طيب يكتب بالشكل هذا، خلينا نشوف example. إذا كانت y تتناسب طرديا مع x وكانت y equal 8 عندما x equal 2، فأوجد ثابت التناسب k وأوجد قيمة y عندما x equal 12. أول خطوة نطلع ال k، نعمل عملية قسمة، يبقى k equal y over x، يبقى 8 أو 8 over 2 equal 4. تاني شيء نكتب قاعدة الايه؟ التناسب الطردي، x1 over y1 equal x2 over y2. يلا نعوض، x1 نحط بدلها قيمتها، ايوه تمام ب 2، طيب y1 ب 8، طيب x2 ب 12، y2 مجهول، بعدين نضرب طرفين 12 في 8 على 2 يطلع الجواب 48. التناسب العكسي، إذا كانت y تتناسب عكسي مع x تكتب y وعلامة التناسب 1 على x. إذا وجد k don't equal 0 بحيث أن x times y، يبقى هنا في حالة الايه؟ التناسب العكسي نستخدم الضرب. نضرب x في y تعطيني الـ k. مثال تحت، إذا كانت الـ x في الـ y بتساوي 12، فإن الـ y تتناسب عكسيا مع الـ k، على x. فكلما زادت الـ x نقص في الـ y والعكس. يعني إذا كان خصم مضروب بـ 12 يبقى التناسب عكسي. لو خدنا x بـ 2 يبقى الـ y تطلع بـ 6. طب لو زودنا الـ x خليناها 3، 3 في كام يديني 12؟ 3 في 4. يبقى ده تناسب عكسي. طيب ننتقل إلى النسبة المئوية. كاتب لي احسب قيمة كل مما يأتي. 5% من 80% من 100. نستعمل الآلة الحاسبة ونضرب التلاتة في بعض. يبقى نقول 5% times 80% times 100، في النهاية يطلع الجواب 4. طب واحدة تانية نفس الفكرة، يبقى 2% times 15% times 32.5 يطلع الجواب 5. طيب ننتقل إلى سؤال آخر في زيادة انخفاض. السؤال الثاني يقول إيه السؤال؟ ارتفع ثمن ثلاجة بنسبة 10% ثم انخفض مرة ثانية بنسبة 12% ليصبح 2000، ما الثمن الأصلي؟ يبقى هنكتب القانون بس كوسين، الثمن الجديد بيساوي الأصلي في 1 زائد R1 عشان زيادة، إنما الثانية 1 ناقص R2. تعال نعوض، الثمن الجديد 2000، الأصلي X مجهول، 1 زائد 10%، الثاني 1 ناقص 12%، نحسب كل هذا أو كل واحد بروحه مش مشاكل، بعدين نقسم عليه. نقسم الطرفين على هذا